الله يطول عمره، وفي بيع العالم كلها استفاده، والله يطول عمره ان شاء الله ويخليه ويبقيه. سلام يا ابو راشد، سلام. هكذا مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، تعلن ثالث انطلاقات هذا المساء والشوط الثالث الخاص بالحول، 8 كيلومترات هي المسافة المقررة. شكرا للزميل سالم بسعيد بن حضير مكتبي على التواصل في الشوط الماضي. على البركة نسير. مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، نتعرف على هذه الأسماء القوية المشاركة في هذا الشوط وفي هذه الأمسية الرائعة. مباشرة إلى المقدمة والصدارة، المركز الأول، الشاهينية على الصدارة على المركز الأول لهجن العاصفة غياث الهلالي، يدير عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني، أجد الشاهينية لهجن العاصفة وغياث الهلالي في تضميرها وتدريبها، يقدم أيضا الشاهينية، والشاهينية وصلت أفراح، خذت المركز الثالث. أفراح القادمة في هذه اللحظات لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وطارش بن مبارك بالقبع في تضميرها، بينما المركز الرابع الشاهينية لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يضمرها، بينما النقلة إلى المركز الخامس حيث أجد هملولة في خامس المراكز لهجن الرياسة. والمركز السادس وصلت هملولة لهجن الرياسة، يدير عملية تضمير هنا العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يقدم لنا هذه الأسماء وينطلق من خلال هذه المنافسة. بينما الدخول على المركز السابع في هذه اللحظات الشاهينية من هجن العاصفة غياث الهلالي، بينما الواصلة هناك والمتدخلة مشاهدين الأعزاء في المركز التاسع هذه الشاهينية لهجن العاصفة وغياث الهلالي، وصول آخر أيضا من خلال تواجدي هذا الاسم مفنودة لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي، يقدم لنا مفنودة في هذا الشوط وفي هذا التحدي وفي هذا الانطلاق. يا له من شوط جميل، يا له من شوط ممتع، يا لها من أعداد كبيرة حاضرة وأسماء رنانة في هذا الشوط لمسافة 8 كيلومترات. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول حيث فازت هناك وانطلقت بالمركز الأول في تحدياتها في انطلاقاتها. هملولة على المركز الأول، هملولة في صدارة الشوط لهجن الرياسة، يدير عملية التضمير والتدريب سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق يتقدم. وصلت أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم ومضمر الشرق الأوسط طارش بن مبارك بالقوبع يضمرها ويتابعها. بدأت تغير إلى مقدمة الشوط، الدخول من الشعار الملكي، وصلت الشاهينية لهجن العاصفة وبقيادة غياث الهلالي، بدأت أيضا تأتي في المثلث الذهبي. النقلة مباشرة إلى المركز الرابع حيث أجد الشاهينية لهجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم. مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، في هذه الانطلاقة وفي هذا الأداء المتميز خذت المركز الرابع، المركز الخامس وصلت هملولة وتقدمت هملولة. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، في هذه الانطلاقة هملولة، هملولة خذت المركز الخامس لهجن الرياسة، يضمر هملولة سلطان بن محمد الوهيبي يتقدم ويقدم لنا الهماليل، بينما المركز السادس وصلت الشاهينية من هجن العاصفة في تضميرها غياث الهلالي، أيضا تقدمت في هذه اللحظات وصلت على المركز الخامس، بينما النقلة إلى المركز السادس ليجد هنا أيضا الشاهينية لهجن الرياسة، وبتقدم المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما الوصول على المركز السابع وصلت هملولة لهجن الرياسة وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في تضميرها وتدريبها. على المركز السابع، المركز الثامن وصلت الشاهينية في هذه اللحظات لهجن العاصفة غياث الهلالي، بينما المركز التاسع وصلت صبرة لهجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بفوران
من السياج الخارجي الواصلة بهذا الانطلاق الواصلة بهذا الأداء، ولكن هنا مفنودة لسمو الشيخ محمد بخليفة بن سيف آل نهيان يتقدم أيضا في هذا الأداء علي بن سعيد بن مبارك الوهيبي أحد شبابنا المضمرين والمبدعين مع هذا الشعار على المركز العاشر بعد العشر المراكز الأولى. أرى أسماء قادمة، أرى أسماء قوية قادمة أيضا وحاملة للرموز وحاملة للذهب، ولكن لا نسبق الأحداث، ننتظرها هناك مشاهدين الأعزاء في الأمتار الأخيرة. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة الأولى، هذه اللي في الصدارة والمركز الأول، هملولة 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 في المركز الأول من هجن الرياسة القادمة بالشعار الحمر. يتقدم العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يقدم هملولة ويدفع بأكثر من ورقة وأكثر من عتاد في هذا الشوط ثالث أشواط هذا المساء. المركز الثاني الشاهينية لهجن العاصفة، غياث الهلالي يقدم لنا شعار هجن العاصفة في عملية التضمير والتدريب والمسايرة، يأتي في المركز الثاني بينما النقلة مع أفراح القادمة، أفراح أفراح ونحن نعيش أفراح هذا المهرجان، أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في تضميرها وتدريبها. المركز الرابع وصلت هملولة، وصلت هملولة في هذه اللحظات وتقدمت هناك بشعار هجن الرياسة يضمر هملولة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الخامس الشاهينية قادمة لهجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، يتقدم بوسعيد، يتقدم بوسعيد ويأتي في هذه اللحظات من خلال تواجد الشاهينية على المركز الخامس. ولكن المركز السادس الوصول الدخول من الشاهينية لهجن العاصفة، غياث الهلالي بدأ بإبداعاته، بدأ أيضا يوزع الجهد من خلال هذا التواجد. وصلت الشاهينية لهجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، يتقدم ويأتي بهذه النوعيات الفاخرة بينما الوصول صبر الواصلة من الزاوية الأخرى بدأت تندفع بشعار هجن الشحانية الشبل يابر بن سالم بفاران، يتقدم بخلال هذا الأداء مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام. هنا نسير، هنا نأتي من خلال هذه الاندفاعات ومن خلال هذه التحديات. ما شاء الله، شوف الوصول والدخول هنا من أيضا هملولة لهجن الرياسة، هجن الرياسة تتقدم ويأتي سلطان بن محمد الوهيبي يقدم لنا هذه الانطلاقة ويقدم لنا هذه الاندفاع على المركز أيضا السابع. المركز الثامن وصول من الشاهينية هجن العاصفة، المركز التاسع الشاهينية هجن العاصفة، غياث 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 الهلالي في تضمير وتدريب يتقدم من خلال هذه الأسماء. وصلت الشعلة، أول نداء للشعلة أيضا لهجن الشحانية يابر بن سالم فاران، يتقدم الذهبي. هذه النتيجة، العودة 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 إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصدارة. غيرت الشاهينية هجن العاصفة، هجن العاصفة بدأت تنطلق على المركز الأول بقيادة ايضا غياث الهلالي. يا سلام يا سلام، المركز الثاني هذه هملولة، هملولة في المركز الثاني لهجن الرياسة سلطان بن محمد الوهيبي، يقدم لنا هملولة على المركز الثاني بينما المركز الثالث وصلت الشاهينية، والمركز الرابع الشاهينية من هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. 1200 دخلنا الأجواء، بدأنا نقترب من الكيلومتر الأخير. الشعلة، وصلت الشعلة وانضمت إلى المجموعة الأمامية. هذه الشعلة وصلت في الكيلو الأخير، استلمت المركز الخامس لهجن الشحانية وبقيادة
عودة الذهب سالم فاران المري. يا لها من أسماء، يا لها من تحديات، يا سلام، يا له من منظر جميل. غيرت هملولة، غيرت هملولة، تقول ليلة السيوف الليلة، ما شاء الله. هملولة الشاهينية، الشعلة الشعلة الشاهينية، هملولة هجن الرياسة، هجن الشحانية. هناك هملولة لهجن الرياسة يضمرها سلطان بن محمد الوهيبي، هنا الشاهينية لهجن الرياسة يضمرها محمد عتيق بن زيتون المهيري. الشعلة على المركز الثالث لهجن الشحانية، الذهبي سالم فاران المري. يا سلام، جولة الأوامر، جولة التحديات الجميلة والرائعة. يا سلام يا سلام، بدأت أيضا تغير. هملولة على الصدارة، هملولة على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط لهجن الرياسة سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني الشاهينية لهجن الرياسة محمد العتيق بن زيتون المهيري. يقدم هذه الاندفاعة، يقدم هذه الانطلاقة، ما شاء الله. تهانينا للحمر، تهانينا للحمر على هذا الفوز، تهانينا لهجن الرياسة على فوز هملولة، على فوز الشاهينية، الثنتين في موقع واحد، خط النهاية يرحب أجمل ترحيب. تهانينا، مشكور يا العملاق، مشكور باسم الجمهور. المركز الثاني الشاهينية لهجن الرياسة، المركز الثالث الشاهينية لهجن الرياسة، ثلاثية مثلث ذهبي رياسي باللون الأحمر. المركز الرابع هناك الشعل لهجن الشحانية، المركز الخامس الشاهينية لهجن نادي الشباء. نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، هنا نأتي بالتوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، 12:33 بالوفاء والتمام. المركز الثاني هناك الشاهينية لهجن الرياسة، 12:33 جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، تهانينا لمحمد العتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث ايضا الشاهينية، 12:35 جزئين من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هكذا كانت احداث الشوط الثالث، وكانت هملولة هي بطلة هذا الشوط بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا للعملاق.